بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون والمشاهدون الكرام عبر أثير إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب من هنا من ولاية الدقم في محافظة الوسطى، وبالتحديد من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يسرنا أن ننقل لحضراتكم مراسم الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وذلك تحت الرعاية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبحضور أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، والذي بدأ زيارة دولة إلى سلطنة عمان تستغرق يومين، حيث يحل ضيفا عزيزا على قائد سلطنة عمان وشعبها الأبي. ويأتي افتتاح هذه المصفاة والتي تعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، تجسيدا للعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين. ويشاركني في نقل هذه الصورة الزميل سعيد بن مهنا العميري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أحمد، ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نحييكم من هنا من محافظة الوسطى، وتحديدا من إحدى لآلئ عقدها الأربع، ولاية الدقم، التي تتشرف وتحتفي بالمقدم السامي الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بحضور ضيفه وضيف عمان الكبير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم ذات الشراكة العمانية الكويتية، والتي تعد ترجمة حقيقية للسعي نحو آفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتأصيلا للروابط الوثيقة والعلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين عمان والكويت. في هذه اللحظات أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل سمو الضيف عند سلم الطائرة في مطار الدقم، وفي الاستقبال معية جلالته عزه الله صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وصاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.
مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مستمرون معكم من خلال هذا النقل والتغطية، نرصد كل التفاصيل حيث يسير موكب الخير المقل للزعيمين الكبيرين، وتسير معه علاقات المحبة والأخوة نحو آفاق لمستقبل يحمل البشر لأبناء عمان والكويت الذين تربطهم سيرة مشتركة ومصير واحد، وجمعتهم منذ سالف الأمد علاقات تجارية كان البحر طريقها. المشهد كما تتحدث عنه الصورة، يسير الموكب المقل للزعيمين في الطريق المؤدي إلى مصغات الدقم، وعلى جانبي الطريق جموع المواطنين رجالا ونساء من أبناء محافظة الوسطى جاءوا هنا إلى ولاية الدقم. أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، نواصل تقديم هذه الصورة من ولاية الدقم بمحافظة الوسطى وطلائع الموكب السامي المقل لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المعظم وأخيه سمو الضيف العزيز. وهذا الموكب السامي يمر الآن عبر مركز ولاية الدقم، وكما نشاهد جموع المواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق ويقدمون هذه اللوحات الفنية المعبرة والفنون التي تتميز بها محافظة الوسطى والتي تعبر عن تحية السلام والوفاء والعرفان والفرحة بهذا المقدم الميمون، حيث الفرح ملتف حول ولاية الدقم وممتد إلى أرجاء ولايات هيمة والجازر ومحوت، مرسلاً شعاعا من شمس سلطنة عمان المشرقة دوما بإذن الله، ومستلهما من معاني هذه الاحتفالية بافتتاح هذا المنجز الكبير بالشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة. هذا المشروع والمنجز الاقتصادي الكبير مما يزيد المواطن هنا ثقة بقيادته وحبا لوطنه وتفاعلا إيجابيا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكما تتابعون من خلال هذا النقل، لا يزال موكب الخير يشق طريقه وسط جموع من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة تحفه رعاية الله وعنايته. هنا زخم الحضور
ترسمه محافظة الوسطى بولاياتها هيمة ومحوت والدقم والجازر من خلال هذا الترحاب بأب قائد وضيف كريم. فاصطف المواطنون من كل الولايات آخذين مواقعهم على جانبي الطريق رافعين أكف الترحاب وملوحين بالأعلام تحضر معهم الأهازيج المتمثلة في فنون الرزحة. فاجتمعت ألوان التعبير عن المحبة هنا. جاء هذا الجمع يبوح بكل أشكال المحبة صغارا وكبارا رجالا ونساء. فحضرت المرأة من خلال جمعياتها في ولايات المحافظة تؤكد حضور الشراكة وحضور التعبير عن مكنون الحب لمجدد نهضة عمان والترحيب بضيف البلاد الكبير. كما يشارك الفرحة هنا المقيمون على هذه الأرض الطيبة المعطاءة حيث يمثلون ما يصل إلى 27 دولة من مقيمين وعاملين في ولاية الدقم. فكانت مدارس الجاليات بالمحافظة حاضرة هنا تعبر عن عمق العلاقة بعمان وعن عظيم التقدير والمحبة لسلطانها وترحب أيضا بضيف البلاد الكبير. هذه الشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة من خلال هذا الصرح والمنجز الحضاري والاقتصادي الكبير. لقد تأسست المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في 26 من أكتوبر من عام 2011 حيث خصصت مساحة شاسعة لها بلغت 2000 كيلومتر مربع وضمت بنية أساسية عالية المستوى منها مطار الدقم وميناء الدقم متعدد الأغراض بأرصفته التي تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية. مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، إن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلده الثاني سلطنة عمان هي ثاني زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، وبالتالي تحمل دلالات ومعان سامية، أولاها الرغبة الأكيدة بين قيادتي البلدين لرعايتهما السامية لهذه العلاقات القائمة على قواعد متينة وقواسم مشتركة وتمضي بخطى وثيقة ومتواصلة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين. ويمكن للمتتبع للعلاقات العمانية الكويتية أن يلمح بوضوح النهج الدبلوماسي والرؤى المشتركة لدى البلدين والتماثل الكبير للغاية في السياسة الخارجية والدبلوماسية التي تنتهجانها إزاء معظم الملفات السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون والمواثيق الدولية ودعمهما جهود ومساعي دول مجلس التعاون الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. إذن لا يزال الموكب المقل للزعيمين يأخذ طريقه إلى مقر مصفات الدقم
حيث الافتتاح الرسمي تحت الرعاية السامية الكريمة لمصفاة الدقم. وهنا الأهازيج والفنون العمانية التقليدية تأخذ صداها وتبوح بصوتها وتحكي إرثا عمانيا خالدا وأصيلا. وهذه هي سمة العماني، أينما حل تصنع منه فرادة وتميزا. كما تتابعون مستمعين ومشاهدين الكرام، لا يزال الموكب السامي في طريقه إلى مصفاة الدقم، حيث الافتتاح الرسمي للمصفاة. إن العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، تمتد لجذور تاريخية عريقة، أهمها التواصل البحري عبر موانئ البلدين، حيث كانت السفن التجارية الكويتية تتخذ من الموانئ العمانية نقطة انطلاق تجاه شرق آسيا وشرق أفريقيا ووجهات متعددة أخرى. وأتاح هذا التواصل وجود علاقات ووشائج اجتماعية بين الشعبين العماني والكويتي الشقيقين، وما زالت تتفاعل إيجابا حتى اليوم. وما هذا الحضور والافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالشراكة بين البلدين الشقيقين إلا نموذجا لعمق العلاقات والمحبة والتواصل بين الشعبين الشقيقين. وكما نشاهد هذه الصور المعبرة لفرحة أبناء محافظة الوسطى وهم يقدمون هذه اللوحات الشعبية والفنون العمانية المغناة التي تبرز من خلال كلماتها وتنوع صورها مشاعر الفرحة والسرور والحب والإخاء من سلطنة عمان إلى دولة الكويت الشقيقة. هكذا الموكب الميمون المقل لجلالة سلطان البلاد المعظم وأخيه سمو الضيف العزيز، شاقا طريقه إلى موقع الاحتفال إيذانا بالافتتاح الرسمي لهذا المنجز التاريخي والحضاري والاقتصادي الكبير والاستثماري في مجال الطاقة بمختلف صنوفها، وكذلك فيما يتعلق بالبتروكيماويات. إذن في هذه الأثناء، وكما نشاهد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت الشقيقة في السيارة المقلة، لهما عبورا
داخل محيط مبنى المصفاة، ووصولا بإذن الله تعالى إلى الموقع المخصص لبداية الاحتفال والافتتاح الرسمي. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يصل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وضيفه الكبير صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى موقع المشروع في مصفاة الدقم، حيث يتشرف باستقبال الزعيمين هنا معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عماد محمد العتيقي وزير النفط الكويتي، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وسعادة الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وسعادة أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكيو. إذن بعد قليل مستمعينا ومشاهدينا الكرام يبدأ الحفل الرسمي لافتتاح مصفاة الدقم تحت الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم أعزه الله. مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظكم الله ورعاكم، حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزهو الأرض اليوم هنا وتزدان، وتسمو الأنفس بهجة بتشريفكم السامي لهذا المكان. هنا حيث الاحتفاء بالروابط التاريخية الممتدة والقيم الأصيلة المشتركة وتتويج العلاقات الأخوية المزدهرة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقتين، إذ يتشرف مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمقدمكم الميمون والرعاية السامية الكريمة لحفل الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية. صاحبي الجلالة والسمو، اعتزازاً بتوجيهاتكم ورؤاكم السديدة، نستأذن مقامكم السامي الكريم بعرض هذه المادة المرئية. يا مهد آباء الأولى كتبوا سفر الخلود فنادت الشهب، ليكون للصوت صدى يوازي النبرة وصدق الشعور، أوفياء من كرام العرب فارتقي هام السماء. جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله، نستأذنكم أن نسرد لكم بإيجاز عن رحلة انتهت بإنجاز. تتعالى أصوات ناقلات النفط معلنة بداية لا نهاية، حاملة على متنها 65% من احتياج المصفاة من النفط الخام الكويتي، متجهة إلى سلطنة عمان وبالتحديد إلى الدقم. ولسان حال تلك الشراكة العمانية الكويتية يقول
تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، رافعين بعون الله راية الجودة في النقل والعبور، آخذين في الحسبان أعلى معايير السلامة لبيئة بحرية آمنة. بالتزامن مع حركة الناقلة القادمة من الكويت الشقيقة، تشحن أوكيو للمتاجرة حمولتها من النفط الخام منطلقة من ميناء الفحل بنسبة تقارب 35% من احتياج المصفاة من النفط الخام العماني، لترسم على أمواج البحر أثراً لحمولتها من احتياج المصفاة. هنا يلتقيان في رأس مركز ترسو على وقعها آمال عظيمة، حيث تفرغ السفن ما تحمله من النفط الخام في 8 خزانات بسعة إجمالية تبلغ 4.5 مليون برميل من النفط، ليضخ النفط في شريان أنبوب بعرض 28 بوصة يمتد بطول 80 كيلومتر إلى موقع مصفاة الدقم. من هنا من مصفاة الدقم باسم أوطان وضعت أكفها في يد سلاطين وأمراء لهم حب ووفاء، آمنت بسواعد أبنائها وأمنت مستقبل أجيالها. تقف مصفاة الدقم على سواعد أكثر من 750 شاب وشابة بطاقة استيعابية تبلغ 230 ألف برميل يومياً، متمثلاً بعدد من المنتجات بدءاً من الغاز المسال والنفط والديزل والفحم والكبريت وصولاً لوقود الطائرات، ملتزمين بأفضل معايير الصحة والسلامة المهنية وفق المعايير العالمية. النجاحات لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار. كان لشركة مرافق الدور في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موفرة بذلك احتياجات مصفاة الدقم من الكهرباء والمياه الصناعية. يبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من 98 ميجاوات في الساعة من خلال وحدات الإنتاج الغازية والبخارية، ويبلغ معدل إنتاج المياه 870 متر مكعب في الساعة. من على محطة تصدير المنتجات محطة تخزين كبرى لتكون حاضنة الإنتاج النهائي بعدد 18 خزان وبسعة تخزين قرابة 4 مليون برميل، منها 8 خزانات لمنتج النفط و4 خزانات لمنتج وقود الطائرات و6 خزانات لمنتج الديزل. محطة التصدير هي القلم الذي يرسم على المحيط خارطة تجارية جديدة تربط بين القارات، ترسم رحلة لا نهاية عنوانها رحلة نحو الرخاء. إن سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقتين تسطران أسمى معاني التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ليتجلى مشروع مصفاة الدقم كواحدة من أكبر مصاف النفط في الشرق الأوسط بالشراكة بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بموقعها الاستراتيجي هنا على ضفاف الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا. أدعو الآن معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير مسعاكم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لسعادة غامرة أن تحتفي فيها سلطنة عمان بجانب دولة الكويت الشقيقة بهذا المشروع المشترك بينهما، والذي يأتي تجسيداً للعلاقات المتجذرة
بين البلدين منذ القدم. فمنذ أن مخرت السفن العمانية عباب البحار كانت بوصلتها تشير إلى شقيقتها الكويت، فأشرعت تستبق الخطى إلى موانئها، وهناك تجسدت معاني التعاون والتآلف بين الإنسان العماني والكويتي، وغدت أنموذجاً يحتذى به بين دول العالم. واليوم تسر الأعين وتبتهج النفوس أن ترى العماني مع شقيقه الكويتي يعملان في مكان واحد، يواصلان هذه المسيرة التاريخية المجيدة لتكون إرثاً خالداً للأجيال القادمة يسترشد به على طريق الازدهار والتقدم. وتتويجاً لهذا الإرث المشترك وتعزيزاً لأواصر الصداقة المتجذرة، فقد تكاتفت جهود الجانبين للعمل على مشروع مصفات الدقم والصناعات البتروكيماوية، وهو أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات، بتكلفة جاوزت 3.5 مليار ريال عمالي، أي ما يعادل 9 مليارات دولار. وتعد المصفاة أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، ويتوقع أن تسهم في رفع إجمالي الطاقة التكريرية لسلطنة عمان إلى 500,000 برميل يومياً، بزيادة تبلغ 230,000 برميل يومياً. أيها الحفل البهيج، لقد تشرف هذا المشروع بأن وضع حجر أساسه جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله في عام 2018 ميلادية، واليوم نرى حصاد الجهد ونتاج البذل، فبارك الله المساعي وسدد الجهود. فعلى الرغم من أن العالم قد عصفت به خلال هذه السنوات مجموعة من التحديات، إلا أن الإصرار والهمم الوقادة للعاملين على المشروع جاوزت كل تلك التحديات، فعملت بجد واجتهاد للوصول إلى هذا اليوم. يقع المشروع في منطقة الدقمة الاقتصادية، والتي لا يخفى على أحد مدى أهميتها الاستراتيجية لما تتميز به من موقع منفرد، ولما تمتلكه من مقومات وحوافز تجعلها منطقة جذابة للاستثمارات. وفي هذا الإطار نتوجه بخالص الشكر للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على ما قدمته خلال الفترة الماضية من جهود أسهمت في إنجاح هذا المشروع. وتزامناً مع افتتاح مصفات الدقم، فإننا كذلك نحتفي بإتمام مشروع مرافق الذي يمد المصفاه بالطاقة والماء باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني، وقد أنجزت الشركة ما عليها في الوقت المحدد، فلها خالص التقدير. كما نثمن دور الشركة العمانية للصهاريج، والتي سعت سعياً دؤوباً لإنجاز ما عليها، حيث أنها ترفد المصفات بالنفط الخام من رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني. وختاماً، فإنما نقدم خالص الشكر والثناء لشركة البترول الكويتية العالمية المملوكة لدولة الكويت الشقيقة، ولمجموعة أوكيو المملوكة لسلطنة عمان على نتاج جهودهم التي نشهدها اليوم، فنهضتا بهذا الواجب الوطني خير نهوض، سائلين الله العلي القدير أن يسبغ على البلدين عظيم نعمائه وعطائه، ويحوطهما بحسن حفظه، ويمدهما بكريم أفضاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتانة التي تشهدها العلاقة بين سلطنة عمان ودولة الكويت متجذرة في عمق التاريخ، وتعزز هذه المشروعات الاقتصادية العملاقة المشتركة بين البلدين الشقيقين آفاق التعاون الاقتصادي، وتدعم جهودهما التنموية لنصنع رخاء ونبني إرثا. أدعو الآن الشيخ نواف سعود الناصر صباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم
سلطان عمان حفظكم الله ورعاكم. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل فخر واعتزاز أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الشريك الكويتي في مصفاة الدقم، ونحن نحتفل بافتتاح أكبر وأضخم مشروع مشترك على مستوى دول مجلس التعاون. ولولا توفيق الخالق الباري ولولا دعم قياداتنا السياسية الحكيمة ولولا تفاني المهنيين من أبناء وبنات وطنينا الأعزاء، رغم حدوث أشرس جائحة عالمية شهدها عصرنا هذا، لما نجحنا في تدشين وتشغيل هذه المصفاة. ويدل هذا الإنجاز على الإخاء التاريخي الذي يجمع سلطنة عمان الشقيقة وبلادي دولة الكويت. فقصتنا معكم أيها الأشقاء لم تبتدئ بالدقم، بل تعود إلى سفن الغوص حين أبحروا أجدادنا بحثاً عن العيش الكريم، وأجزل الله عليهم بنعمه بعد عقود من الكفاح وهم يبنون الأوطان. واليوم بعد الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم، ستقوم المصفاة بتكرير النفط الخام الكويتي والعماني، محققة الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تنص على الدخول في فرص استثمارية واعدة مع شركاء عالميين لتنمية قدرتها التكريرية لتصل إلى 425,000 برميل من النفط يومياً بحلول عام 2025. وبحمد الله وبمساعدة أشقائنا في السلطنة فقد حققنا هذا الهدف قبل موعده. حضورنا الكرام، إن احتفالنا اليوم لا يعد المحطة الأخيرة في طريق النجاح، بل هي وقفة مستحقة لتقدير جهود العاملين والعاملات في مصفاة الدقم، ومن ثم نكمل السير. فالتحديات التي تعصف بصناعة النفط والغاز ليست بسهلة، وأهمها التوجه العالمي للتحول في الطاقة، الأمر الذي يستوجب العمل معا كيد واحدة لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة، لكي نجعلها صرحا عالميا للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمية. وكما قال الشاعر الكويتي القديم عبد الله الفرج رحمة الله عليه، مستشهدا بأشرعة السفن العالية، من يطلب العالي فيصبر على الراش، هذا وما شاد أوله هان تالي. وفي الختام أتقدم بالشكر لكافة العاملين في مشروع الدقم على جهودهم الحثيثة لتحقيق أهدافه، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية. ونسأل الله أن يحفظ سلطنة عمان الشقيقة وأن يحفظ بلادي دولة الكويت، ويديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والازدهار. وخير ما نختم به قول المولى: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث يلتقي الماضي بالحاضر تبدأ قصتنا. دوائر الزمن تشهد، بناجي التعاون نبني الأمل ليسهر كل لحظة.
بذاتنا نستلهم الإرادة والطموح. نعانق الأفق ونصافح العالم. مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظكم الله ورعاكم، حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم، تعتز شركة مصفات الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بهذا التشريف السامي والرعاية الكريمة، ويشرفنا الآن دعوة مقامكم السامي للتفضل بإزاحة الستار عن النصب التذكاري. نرجو من أصحاب المعالي والسعادة البقاء في مقاعدهم. سنتابع جزءاً عن هذا النصب التذكاري الذي يتم إزاحة الستار عنه في هذه اللحظات إن شاء الله. شكراً جزيلاً لكم. كذا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ أمير دولة الكويت بإزاحة الستار عن النصب التذكاري الذي يخلد هذه اللحظة التاريخية لافتتاح مصفات الدقم والصناعات البتروكيماوية. إذن هكذا الموكب المقل لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأخيه سمو الشيخ أمير دولة الكويت الشقيقة في طريقه إلى غرفة التحكم الرئيسة بالمصفاة
وذلك للوقوف عن كثب وللتعرف على عمليات المصفاة المختلفة والاستماع إلى شرح واف من قبل القائمين على هذه المصفاة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان نصل بكم إلى ختام هذا النقل لافتتاح مصفاة الدقم تحت الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم وحضور أخيه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة. كان معكم في إخراج هذا النقل إبراهيم بن خلف الشريقي، ولكم التحية من فريق النقل من مهندسين وفنيين، وتحيات زميلي في الوصف والتعليق
أحمد بن حافظ العامري، وتحياتي سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.